فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يتعذر التقابض إذا أردت أن أرسل إلى أهلي مالا في بلدي. يتعذر إيش؟ يتعذر التقابض. إيش؟ التقابض، القبض. تقابض. إذا أردت أن أرسل إلى أهلي مالا في بلدي، فهل يجوز أن أعطي تاجرا هنا مبلغا من المال ثم يعطي وكيله في بلدي في نفس الساعة عبر الهاتف يعطيه مالا هناك؟ لا، هذا ما في تقابض، صرف، هذا صرف نقود بنقود، ولا وليس فيه تقابض في المجلس. لكن لك أن المخرج أن تشتري النقود التي تريدها، تشتريها من هنا وتروحها عن طريق البنك، ويأخذون مقابل تحويل عليك. نعم، لأنهم يحملونها ويودونها هناك ويسلمونها لصاحبها. نعم.